بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وعليه نتوكل، وأصلي وأسلم على سيدنا النبي الأكمل على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلسنا 46 من مجالس إعراب الجمل. ومجلسنا الليلة متميز لأنه صادف ثاني ليلة من ليالي رمضان المبارك. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ما زلنا نتابع الكلام في الجمل التي لها محل من الإعراب. نعم، وكنا قد وصلنا إلى أواخر الجملة الواقعة حالا، وتبينا أن هذه الجملة لا بد لها من رابط يربطها بصاحب الحال. نعم، نحن في الصفحة 95 بعد 100. نعم، صفحة 95 بعد 100. نعم، إذن نعم، إذا ما زلنا نتكلم في الجملة الواقعة حالا وبروابطها، والأصل أن الضمير هو الذي يربط جملة الحال بصاحب الحال، وقد تكون الواو رابطة أو الواو وقد تجتمع الثلاثة معا، وبينا أحكام ذلك كله بالتفصيل. نعم، ووقفنا عند مسألة لطيفة، وهي أن واو الحال تقدر بإذ، قدرها سواه وغيره بإذ. ما مقصود النحويين حين يقدرونها بإذ؟ قلنا أنها مفعول فيه في المعنى، الحال مفعول فيه في المعنى، ولذلك تقدر به في التقدير المعنوي. في التقدير المعنوي تقدر بالظرف. عندما أقول مثلا جاء فلان يستعجل أو مستعجلا، يعني جاء في هذه الحال، انظروا، هي تقدر بالمفعول فيه. ثم إن أستاذنا ذكر دليلا آخر على تقدير الحال بإذ، وإذ ظرفية كما تعلمون، وهو أن الظروف تعطف على الأحوال أو الأحوال على الظروف. وهذا يعني أن الظرف في عرف العربي في محل نصب، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، فعطف الجار والمجرور على مصبحين، مما يدل على تقاربهما. نعم، كذلك يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وهكذا. نعم، ثم إن شيخنا حفظه الله تعالى ذكر شاهدا لطيفا لم يستشهد به النحو، وهو من شعر الاحتجاج، وهو قول جميل بثينة: فنغنى كما كنا نكون وأنتم صديق وإذ ما تبذلين زيد. انظروا، عطف إذ على جملة أنتم صديق الحالية. فنغنى، أين كان البيت؟ نعم، قال لاحظوا: فنغنى كما كنا نكون وأنتم صديق. كما كنا نكون من قبل، والحال أنكم صديق، هذه جملة حالية. وإذ يعني فنغنى في هذه الحال وحين كون ما تبذلين زهيدا، وحين كون ما تبذلين زهيدا. واضح؟ فلاحظوا، عطف إذ على جملة أنتم صديق، وهذا من نادر الاستشهاد كما قلت لكم. وهنا تظهر براعة النحوي، هنا تظهر براعة النحوي. هذا البيت كما قلت لكم لا أعهد النحاة قد استشهدوا به من قبل. المعهود عند المشتغلين بالنحو أن يكرروا الشواهد التي لهجت بها ألسنة النحويين، أما أن يذهبوا إلى المصادر الأصول فيستنبطوا شواهد أخر مما لم يذكره النحويون، فلا يجرؤ عليه إلا المكين في هذا العلم. لذلك هذا شاهد نادر ولطيف ودقيق. نعم، إذن إذ معطوفة على جملة أنتم صديق ولا تعلق. نعم، نحن وصلنا إلى قوله: أما الضمير العائد على صاحب الحال. إلى هنا وصلنا، إلى هنا وصلنا نحن. ويجوز أن تخلو منه أيضا. ويجوز أن تخلو منه. طيب، نعم، إذن نحن كنا نتكلم على خلو جملة الحال من الرابط إذا كان هذا الرابط موجودا في الجملة المعطوفة. إذن كنا نتكلم
على خلو جملة الحال من الرابط إذا كان الرابط في الجملة المعطوفة. انظروا، رأيت أخي، تصرخ الخائفة في محل نصب حال. طيب أين الضمير الذي يربط هذه الجملة بصاحب الحال؟ قال هو في الجملة المعطوفة، رأيت أخي تصرخ الخائفة وينجدها. نعم. قال شيخنا: ويجوز أن تخلو منه أيضاً إذا كان بعدها جملة شرطية محذوفة الجواب وفيها ذلك الضمير، نحو عهدي بك يسمع الناس إن تكلمت. عهدي بك يسمع الناس إن تكلمت، الجملة الحالية هي جملة يسمع الناس. طيب أين الرابط؟ قال الرابط موجود في الجملة الشرطية بعدها المحذوفة الجواب، إن تكلمت. الجملة هنا جملة يسمع الناس حال من الكاف، والرابط موجود في الجملة الشرطية بعد. طيب سؤال لكم، الجملة الشرطية المحذوفة الجواب ما محلها من الإعراب؟ الجملة الشرطية هذه التي حذف جوابها، يعني إن تكلمت سمعك الناس، هذه الجملة الشرطية ما محلها من الإعراب؟ السؤال عن جواب الشرط؟ لا لا، عن الجملة الشرطية كلها أستاذ محمود. رفع خبر؟ خبر لأي شيء؟ في محل نصب حال؟ في محل نصب حال، تماما، في محل نصب حال من فاعل يسمع، عفوا يسمع الناس، من الناس، نعم، من فاعل يسمع. نعيد الكلام، ها هنا على خلو جملة الحال وهي جملة يسمع الناس من الضمير الذي يربطها بصاحب الحال. ما الذي الآن صاحب الحال؟ ما هو؟ الكاف. عهدي بك سامعا الناس لك حال كونك متكلما. فالآن لاحظوا، يسمع الناس في محل نصب الحال، وقد خلت من الضمير لأنها موجودة، لأن الضمير موجود في جملة الشرط بعدها، وجملة الشرط هذه حال من الناس. هذا ما يسمى بالحال المتداخلة، الحال المتداخلة، أن يكون عندي جملة يأتي منها الحال ثم يكون عندي حال من جملة الحال، هذه تسمى حال متداخلة. الحال قد تكون متعددة وقد تكون متداخلة. متعددة إذا عادت إلى صاحب واحد، يعني لو قلنا مثلا يسمع الناس، دقيقة هذا قد توقف، أحتاج إلى أن نعمله، دقيقة واحدة من فضلكم. إذنوا لنا بدقيقة. توقف مكان اللمس حتى نصلحه من جديد. لا إله إلا الله، ثانية واحدة من فضلكم. وصلنا تقريبا. طيب بقي القليل. لا إله إلا الله. تمام. نعم. إذن عهدي بك، عهدي بك يسمع الناس إن تكلم. التمثيل، وجه التمثيل هنا أن جملة يسمع الناس حال خلت من الضمير، وهذا جائز لوجود الضمير الرابط في جملة الشرط بعدها، وجملة الشرط هذه محذوفة الجواب، والجملة الشرطية هذه أيضا في محل نصب حال، في محل نصب حال، لكنها ليست من الكاف في عهدي بك. طيب سؤال لكم، عهدي بك يسمع الناس، عهدي مبتدأ، أين خبره؟ عهدي مبتدأ، أين خبر المبتدأ؟ الكون العام المحذوف. وكيف سيكون التقدير أستاذ؟
نعم، أنا قلت الكون العام حتى لا أقدر. فلسف العبارة. طبعا هذه مسألة نادرة أيضا، أشار إليها ابن مالك في الخلاصة. وقبل حال لا تكون خبر عن الذي خبره قد أدمر، كضربي العبد مسيئا. انظروا، عهدي بك سامعا الناس لك، يسمع حال الناس أقنعت عن الخبر تماما، هي هي. إذن يسمع الناس في محل نصب حال، وهذه الحال أغنت عن الخبر. أنت تلاحظ أن الجملة هنا تامة، لكن لا يصح في المعنى أن تقول إن جملة يسمع الناس خبر لعهدي، لأن ليس العهد سماع الناس، وإنما المراد عهدي بك حاصل، كما قال الأستاذ محمود كون عام، حاصل إذ كان، إذ كان حاصل إذ كان يسمع الناس. فجملة يسمع الناس في محل نصب حال من فاعل كانت تامة المحذوفة، سنتكلم عليها بعد قليل بالتفصيل. لكن المهم الآن، الناس فاعل، نعم عليها فتحة بالخطأ، صحيح، يسمع الناس. إذن عهدي بك يسمع الناس إن تكلمت، وما لكم يضيع الحق إن حكمتم. ما لكم يضيع الحق إن حكمتم، يضيع الحق في محل نصب حال من الكاف في لكم. وأين الضمير الرابط للحال بصاحب الحال؟ موجود في الجملة الشرطية بعد التي حذف جوابها، إن حكمتم. نعم، ما لكم يضيع الحق إن حكمتم. قال وأما صاحب الحال فهو إذا لم تكن بعده الواو أو لم تتقدم عليه، أو لم تتقدم عليه الجملة الحالية، معرفة محضة أو نكرة غير محضة. إذن شرط صاحب الحال أن يكون معرفة محضة أو نكرة غير محضة، نكرة قريبة من التعريف. أستاذنا هنا أشار إلى أحوال النكرة غير المحضة، قال النكرة غير المحضة هي النكرة الدالة على عموم، لأنها اقترنت بألي الجنسية. طبعا يا كرام، كما هو معلوم لكم جميعا في دروس إعراب المفردات، النكرة إما خاصة أو عامة أو مبهمة. النكرة المشكلة التي لا يجيز العربي الابتداء بها أن تكون صاحب حال هي نكرة مبهمة، وهي الفرد غير المعين، الفرد الغير المعين. أعيد، النكرة المبهمة هي التي لا يصح الابتداء بها، فرد غير معين. وهذا كما قلنا من احترام المخاطب، أنت تقول لإنسان مثلا رجل مات، تريد الإخبار بجملة مات. ماذا تريد برجل؟ قال واحد ما في الدنيا مات. وهل تخلو الدنيا من هذا؟ لا تخلو الدنيا من هذا. في كل دقيقة عندنا وفاة وعندنا حياة، عندنا حالة وفاة وعندنا حياة، وهكذا. فإذا هذا كلام غير مفيد. فإذا ما خرجت النكرة من الإبهام إلى العموم أو الخصوص فإنها صارت قريبة من التعريف. قال أستاذنا النكرة غير المحضة، النكرة الدالة على عموم لأنها اقترنت بألي الجنسية، سنمثل لها بعد قليل، أو جاءت بعد نفي أو نهي أو استفهام، أو المتخصصة. إذن إما دل على العموم وإما متخصصة لأنها وصفت أو أضيفت إلى نكرة، أو عطف عليها معرفة أو عطفت على معرفة، أو عملت عمل الفعل رفعت فاعلا، أو نصبت أحد المفعولات أو التمييز، أو تعلق بها جار ومجرور، وهذا استقصاء منه لأحوال النكرتين الدالة على العموم والدالة على الخصوص، سنمثل لبعضها الآن. قال فإن تقدمت الجملة أو اقترنت بالواو جاز أن يكون صاحب الحال نكرة محضة. نعيد، صاحب الحال في الأصل يجب أن يكون معرفة أو أن يكون نكرة غير محضة. طيب متى يجوز أن يكون صاحب الحال نكرة محضة؟ قال إذا تقدمت الجملة أو اقترنت بالواو جاز أن يكون صاحب الحال نكرة محضة، نحو وما لنا لا نؤمن بالله. انظروا، فجملة لا نؤمن حال من الضمير نا، وهو معرفة محضة، هذا هو الأصل. جملة لا نؤمن حالية، صاحب الحال نا، معرفة محضة. طيب وهذا ذكر، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، تحتمل فيه جملة أنزلنا أن تكون في محل نصب حالا من ذكر النكرة الموصوفة. إذن صاحب الحال إما معرفة محضة
أو نكرة غير محضة، مثلاً نكرة مختصة بالوصف، انظروا صاحب الحال هنا ذكر وقد اختص بالوصف فجاز أن تأتي الحال منه. قال وقول الحطيئة متى وقول الحطيئة متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد، عندها خير موقد، وقعت فيه جملة عندها خير موقد بعد خير بعد خير نار، فجاز أن تكون حالا من النكرة المضافة إلى النكرة، والنكرة المضافة إلى نكرة تصبح نكرة خاصة أو عامة يا جماعة. تصبح نكرة خاصة أو عامة؟ نكرة عامة؟ لا، وإنما تصبح نكرة خاصة. إذن خاصة بالإضافة أو الوصف، عامة بالتعريف بأل الجنسية أو بأن تقع في سياق نفي أو نهي أو استفهام. إذن لاحظوا، تجد خير نار عندها خير موقد، جملة عندها خير موقد حال من خير، وخير نكرة. كيف جاز أن تأتي الحال من نكرة؟ جاز لأن النكرة هنا غير محضة، النكرة هنا مضافة إلى نكرة، فجاز أن تكون حالا من النكرة المضافة إلى نكرة. وقول الله عز وجل وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، جاءت فيه الجملة حالا من النكرة الدالة على العموم، لها منذرون حال، صاحبها قرية، وقرية قال أستاذنا نكرة دالة على العموم. كيف هي نكرة دالة على العموم؟ كيف؟ بالتنوين، سبقت بالنفي. أيوة، لأنها سبقت بنفي، وقعت في سياق نفي فهي نكرة دالة على العموم لأنها وقعت في سياق نفي. وقول أبي صخر الهذلي وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر، فيه جملة بلله القطر حالية وصاحبها مقترن بأل الجنسية العصفور. صاحبها طبعا المشهور عندنا أن نقول المعرف بأل هو معرفة، لكن النحويين قالوا المعرف بأل الجنسية ليس معرفة محضة، لأن أل فيه للجنس ليست للعهد، كما تعلمون أن أل تكون للعهد وتكون للجنس، فأل العهدية هي معرفة باتفاق، مدخولها معرفة باتفاق، معرفة محضة، تمام؟ لأنه معهود صار محددا. أما المعرف بأل الجنسية هو بين بين، هو معرفة غير محضة أو نكرة غير محضة. ولذلك لاحظوا بلله القطر، بعض النحويين يقول جملة بلله القطر صفة للعصفور. لما قال صفة للعصفور؟ ليست معرفة، ليست معرفة محضة، لأن مدخولها جنس، لأن مدخولها جنس ليس واحدا معهودا. نعم، وهكذا أيضا هذا ذكر مبارك أنزلناه، بعض النحويين قال أنزلنا صفة ثانية لذكر، لأن ذكر ليس معرفة ونكر غير محضة. قال وقول توسعة وكأن مهري إذ أجد إيابه، إذ أجد إيابه تبري بجو حمامة لحمامي، تقديره حمامة تبري بجو لحمامي. إذن متى يجوز أن يكون صاحب الحال نكرة؟ متى يجوز أن يكون صاحب الحال نكرة؟ إما أن يكون نكرة غير محضة، وقد ذكرنا ذلك قبل قليل الآن في الحالات، وإما أن يكون نكرة محضة إذا تقدمت الحال، أن تتقدم الحال على صاحبها، فيجوز حينئذ أن يكون صاحب الحال نكرة محضة. انظروا وكأن مهري يصف مهره وسرعته في إيابه وفي رجوعه، وكأن مهري إذ أجد إيابه تبري بجو حمامة لحمامي، قال تقديره وكأن مهري حين أجد إيابه حمامة تبري بجو، حمامة تبري بجو، ما محل جملة تبري بجو؟ حالية، حمامة صفة. تبري بجو صفة، صفة صفة سيدي، حمامة تبري بجو. وأسألكم الآن، حمامة الآن نكرة محضة أم نكرة غير محضة أم معرفة؟ ماذا كان مهري حمامة؟ نكرة محضة، نكرة محضة، نكرة مبهمة،
طيب الجملة بعدها صفة، لما تقدمت الصفة على الموصوف صارت حالا، وكأن مهري إذ أجد إيابه. لا عفوا أقصد يعني قبل أن توصف، يعني دون جملة تبري بجوه. إذن وكأن مهري إذ أجد إيابه حمامة تبري بجوه، فلما تقدمت جملة تبري بجوه على حمامة صارت حالا من النكرة المحضة، وهذا جائز، جائز لتقدم الحال على صاحبه. وأيضا هذا من نادر الشواهد، ما هي أصلا وقوع الجملة حالا من نكرة محضة نادر، وهذا الشاهد لم يذكره فيما أعلم إلا سيدنا أبو الفتح بن جني رحمه الله تعالى ورضي عنه في كتابه التمام في تفسير أشعار هذيل، هذا الشاهد والتقطه الشيخ من ذلك الكتاب. يعني حتى إن الإمام ابن جني علق عليه تعليقا يسيرا، قال الأصل التركيب حمامة تبري بجو ثم قدم فصارت حالة. هذا يعني أن الإنسان المتيقظ العقل يجمع الأشباه والنظائر، لا تكون قراءته سردا دون معنى، قراءة كتب العلم لا تكون هكذا، حين يمر على المهم يقيده، حين يمر على الطريف الجديد يقيده حتى يضعه في مكانه في تصنيف ما في عمل ما. إذن أصله تقديره، أصل التقدير حمامة تبري بجوه لحمام، فلما قدمت الجملة الوصفية على النكرة أصبحت في محل نصب حالة. وكذلك قول زهير فصحوت عنها بعد حب داخل والحب تشربه فؤادك داء، وقعت فيه جملة تشرب حالا من داء لأنها قدمت على النكرة المحضة، يعني والحب داء تشربه فؤادك، داء تشربه فؤادك صفة، صفة لداء، قدمت الصفة على الموصوف صارت حالا. ومثل ذلك يقال في عجز بيت الأخطل فلم أر ما ينحوه ينحو لطائر ولا مثل تاليها رأى الشمس طالب، فلم أر ما ينحوه ينحو لطائر ولا مثل تاليها رأى الشمس طالب. طبعا هذا البيت هو في ديوان الأخطل، وأيضا لم يستشهد به أحد من النحاة، لا أقول إنه خطأ، هو صحيح 100%، وشعر الأخطل يحتج به من شعر الاحتجاج، لكن لم يذكره النحاة. الشيخ التقطه حين حقق ديوان الأخطل وأخرجه في 800 صفحة، ديوان الأخطل كبير بشرح السكري، وأخرجه في 800 صفحة، التقط هذه الأشباه والنظائر المهمة، التقط هذا البيت النادر، هذا لم يستشهد به أحد قبل الشيخ، وهذا البيت من شعر الاحتجاج كما قلت. هو يصف صقرا يصيد عانة، يعني يصيد مجموعة من بقر الوحش، يذكر قضاضه عليها، فلم أرى ما ينحوه ما يقصده ينحو لطائر، يكون لطائر ويتهيأ لطائر، ولا مثل تاليها تابعها رأى الشمس طالب. ما أصل التركيب يا جماعة؟ فلم أرى ما ينحوه أي الصقر، فلم أرى ما ينحوه ينحو لطائر ولا مثل تاليها رأى الشمس طالب، أصل الكلام ولا مثل تاليها طالب رأى الشمس، طالب رأى الشمس، فلما قدمت الصفة على الموصوف صارت حالا، صارت حالا. قال وقول الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، صاحب الجملة الحالية هي خاوية، فيه هو قرية وهي نكرة محضة، وليتها الجملة مقترنة بالواو. إذن لما اقترنت الجملة الحالية بالواو جاز أن تكون من نكرة محضة. لماذا ذلك؟ فلهم يقولون، النحاة يقولون في فلسفة هذا، عندما يكون عندي نكرة محضة ثم تأتي بعدها الجملة، فالأولى بهذه الجملة أن تكون صفة أو حالا برأيكم؟ صفة. صفة، لأن النكرة متعطشة إلى التوضيح، النكرة لإبهامها متعطشة إلى التوضيح، والذي يقوم بهذه المهمة هو الوصف، متعطشة إلى إزالة الإبهام بالوصف، لذلك الجملة تكون وصفا. بل إنها إذا طرقت سمع السامع العربي الفصيح
سيذهب يعني سيذهب بفهمه إلى الوصف، يظن كتصف. ولذلك قالوا هي صفة لا تكون حالا لأمن اللبس، لأن أمن اللبس مهم هنا. أعيد، عندي نكرة محضة وجاءت بعدها جملة صفة. طيب لاحظوا الآن، إذا فصلت هذه الجملة بالواو خلاص لم تعد تشتبه بالوصف، وحينئذ تجوز الحالية من النكرة المحضة. لماذا؟ لأنه لم يعد هناك اشتباه بالوصف. ويشبه هذا، يشبه هذا مسألة الابتداء بالنكرة، الابتداء بالنكرة المحضة، عندما تقول رجل في الدار. العربي الفصيح يفهم منك أنك تصف وينتظر منك الخبر، ينتظر منك الخبر رجل في الدار، فكانه يقول لك إيه ما به ويظنك تصف. فدائما أنا أقول العربي الفصيح لأنه لا عبرة بفهم غيري. يأتي واحد يقول لي طيب أنا فهمت الخبر، تمام افهم كما تشاء. الأمر مرتبط بأهل الاحتجاج. طيب، فعندما أقول رجل في الدار هنا يلتبس الخبر بالصفة. طيب فإذا ما قدمت في الدار رجل صح الإخبار، لأنه لم يعد ملتبسا بالوصف. إذا أنت تريد الإخبار قدمها هنا حتى لا يلتبس، حتى لا يلتبس الخبر بالصفة. وكذلك ها هنا لما جاءت الواو الحالية جازت أن تكون أو جاز مجيء جملة الحال من نكرة محضة، لأن الواو الحالية هي التي بيّنت وعينت أن المراد بعدها الحال لا الوصف. قال وكذلك ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. طبعا هذه الواو هي الواو التي سماها الإمام الزمخشري واو اللصوق، وقال الجملة بعدها صفة، يعني سبعة ثامنهم كلبهم، والواو لتوكيد التصاق الصفة بالموصوف. قال وقد تتعدد الأحوال خلافا لمن نفى ذلك، تتعدد الأحوال وصاحبها واحد خلافا لمن لاحظوا مثلا قوله تعالى غضبان أسفا، خرج على قومه غضبان أسفا، غضبان أسفا حالان، صاحبهما الفاعل قبل. إذا قد تتعدد الأحوال وصاحبه وصاحبها واحد خلافا لمن نفى ذلك، وهو ابن عصفور منع ذلك، ونقل المنع كذلك عن أبي علي الفارسي. قال فيكون في الكلام جملتان أو أكثر في محل نصب حال، وصاحب الحال واحد. فقول عنترة ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فيه جملتان حاليتان. وقول يزيد بن الحكم تكاشرني كرها، تبتسم لي من الكشر والابتسام والضحك، تكاشرني كرها كأنك ناصح وعينك تبدي أن صدرك لي دوي. ترى فيه ثلاث أحوال من فاعل تكاشر، وهي كرها وجملتا كأنك ناصح وعينك تبدي. وقد يحذف خبر المبتدأ وتسد الجملة الحالية مسدة وتدل عليه. ما شرط ذلك؟ إذا قد تسد الجملة الحالية مسد الخبر، ما شرط ذلك؟ إذا كان المبتدأ اسم تفضيل مضافا إلى مصدر مؤول، أو كان مصدرا مضافا إلى فاعله وبعده معمول. فقوله عليه السلام أقرب، لاحظوا المبتدأ اسم تفضيل مضاف إلى مصدر مؤول، مصدر مؤول من ماذا يا جماعة؟ مصدر مؤول من ماذا؟ من ما وما بعدها، من ما وما بعدها، ويكون هذه بعده تامة أو ناقصة. تامة، تامة. إذن أقرب ما يوجد العبد، إذن أقرب أحوال العبد، أقرب ما يكون العبد من ربه. إذن المبتدأ اسم تفضيل مضاف إلى مصدر مؤول، ثم جاءت جملة حالية وأغنت عن الخبر، رأونا الكلام تاما. لكن في الصناعة النحوية نقدر هذا الخبر حتى نطرد الباب على وتيرة واحدة، المبتدأ له خبر. فقال، قال وهو ساجد، تقديره أقرب ما يكون العبد إذا كان وهو ساجد، فإذا تتعلق بالخبر المحذوف، يعني أقرب ما يكون العبد حاصل إذا كان، أيضا كان هنا تامة، وهو ساجد. وجملة هو ساجد في محل نصب حال من فاعل كانت تام، ويكون تام أيضا. إذن أقرب ما يوجد العبد إذا وجد
إذن أقرب ما يوجد العبد حاصل إذا وجد وهو ساجد. نعم. قال قول كعب بن سعد، إذن هذه الحال الأولى، أن يكون المبتدأ اسم تفضيل مضاف إلى مصدر مؤول وبعده الجملة الحالية التي سدت مسد الخبر. قال وقول كعب بن سعد وإني وتأميلي لقاء مؤمل وقد شعبته عن لقايا شعوب كداعي هديل لا يزال مكلفا وليس له حتى الممات مجيب، سدت فيه جملة شعبة شعوب مسد الخبر المحذوف للمبتدأ تأميلي. لاحظوا تأميلي مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى فاعله تأميلي أنا المؤمل وبعده معموله، ثم جاءت جملة الحال، جملة الحال أغنت عن الخبر. قال والتقدير تأميلي لقاء مؤمل إذ كان، طبعا نقدر إذا في المستقبل وإذ في الماضي، تأميلي لقاء مؤمل حاصل إذ كان، إذ وجد هذا التأميل وقد شعبته عن لقايا شعوب. نعم. وهي في محل نصب حال من فاعل كانت تام، وإذ متعلقة بالخبر المحذوف للمبتدأ، ومن هذا قولك عهدي بالعلم ينفع صاحبه، جملة ينفع صاحبه حال وليست خبرا للمبتدأ، هي حال أغنت عن ذكر الخبر، أغنت عن الخبر. نعم. لكننا نقدر الخبر في الصناعة، عهدي مصدر مضاف إلى فاعله وبعده معموله، أين معموله؟ أين معموله؟ أين معموله يا كرام؟ الجار والمجرور متعلقان بعهدي، الجار والمجرور متعلقان بعهدي بالمبتدأ، عهدي بالعلم حاصل إذ كان ينفع صاحبه، يعني عهدي بالعلم حاصل إذ وجد هذا العهد ينفع، أو إذ وجد العلم عفوا، إذ وجد العلم ينفع صاحبه. فجملة لا، إذ كان هو المبتدأ يعود على عهدي، نعم، حتى يكون مرتبطا بالمبتدأ، عهدي بالعلم حاصل أي العهد، إذ كان هو أي العهد ينفع صاحبه. فجملة ينفع صاحبه في محل نصب حال من فاعل كان التام، من فاعل كان التام، عهدي بالعلم حاصل إذ كان، فاعل كان يعود على ماذا يا كرام؟ ما رأيكم؟ يعود على العلم، على العلم، نعم نعم، يعني يحصل عهدي إذا وجد العلم، صحيح، إذ كان، إذ وجد العلم وبعده الجملة الحالية. وبهذا ننتهي ونفرغ من الجملة الواقعة حالا، والحمد لله رب العالمين، نسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق، نلتقي غدا في الكلام على الجملة الواقعة مستثنى، والأمر يحتاج منا ومنكم إلى مزيد مراجعة ومذاكرة. نعم، جزاكم الله خيرا أستاذنا الفاضل، الله يكرمك، تقبل الله منا ومنكم، آمين وإياكم جميعا إن شاء الله، أحسن الله إليكم وبكم. أستاذ، في الجملة التي ذكرناها في أول الدرس، عهدي بك يسمع الناس إن تكلمت، لماذا لا نقول الجملة الحالية سدت مسد الخبر؟ نعم نعم، هو هذا، هو هذا، وأنا قلت سنشرحها بعد قليل. فجملة يسمع الناس في محل نصب حال من فاعل كانت تامة المحذوفة بعد إذ، نعم، والحال هنا سدت مسد الخبر، وقلنا هي التي قال عنها ابن مالك وقبل حال لا تكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر، كضربي العبد مسيئا، أن يكون المبتدأ مصدرا مضافا إلى فاعله ناصبا لمعموله وبعده جملة الحال، وأتمت بيني الحق منوطا بالحكم، أتم تبييني الحق منوطا بالحكم. الحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامكم الله تعالى، الله يبارك فيكم، يحسن إليكم، يا أهلا وسهلا.